ربع قرن من الزمان هو عمر مسيرة قطعتها المدرسة الجهوية للفنون الجميلة بباتنا التي صقلت مواهب وخرجت فنانين. عبد القادر بن غنو. تكتسي المدرسة الجهوية للفنون الجميلة أهمية كبيرة، حيث يجد الطلبة حيزا للإبداع والتكوين، عالم يعتمد على ما تصنعه الأنامل وترسمه مخيلات الطلبة. جيت من تمرس، عملت كونكور في قسم تينا وتحولت هنا، درت تحويل في باتنا. حبيت نزيد نطور الموهبة نتاعي ونتخصص بروب. يعني الكرة هذه مشهورة، يعني فيها نيفو عالي تما، لاباس بيه، فيها لي بروف ملاح تما في ليكول هذي. سناني مازال جيت مشترك في سنة ثالثة، أنا جيت مشترك، مي التخصص تاعي إن شاء الله راح يكون ألوان زيتي، رسم زيتي. بانتير خيرتها تما على قناعة، شايف فيها فن كبير تساعدني تما، فيها نقدر نعبر قد ما نقدر. المدرسة بها عدة تخصصات كالرسم الزيتي، النحت، اتصال بصري، منمنمات وهندسة داخلية. لكل ديبوزار تاع باتنا عندها مخفلكش، عندها ديزاين اكس في سطيف، عندها واحدة في سطيف واحدة في بسكرة، وعن قريب راح تفتح واحدة في خنشلة ايضا. الطلبة هذا العام يعني كاين اقبال كبير، السنة الاولى كاين تفوت كاين 60 واحدة. ما يقارب 40 طالبا يتخرجون في كل سنة حاملين لشهادات تؤهلهم لممارسة نشاطهم كأساتذة التعليم الفني. كل يعبر على طريقته.